ميكرو فريد يقول المثال مع انفاس. كما العاده خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد المثال مغربي شعبي قح اللي هو كثره الهم اشنو كدير. الا بغيتوا تعرفوا اشنو كدير يلاه معنا خويا. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكملنا النص الاخر. مرحبا. كثره الهم كتضحك. واش عرفتيها كتضحك؟ ان انسان ما قوه الهموم والحياه والمتطلبات ديال الحياه وداك الشيء كيبقى يفكر بزاف والهموم ديال المشاكل ديال حيت بنادم دابا عامر هموم ومشاكل كتفكر كتبدا تفكر شي مشكل عنده ولا شي حاجه وقعت ليه في حياته يقدر يضحك راسه ولا شافوه الناس يقولوا هذا بحال مسطي بحال، ولكن هو حاس بهذيك اللحظه اللي علاش كيضحك داك الهم اللي كان شاغله ولا شي. حيت انت دابا عندك مشاكل عندك هموم، كل واحد عنده. حتى الحياه هي حياه بدون مشاكل ولا بدون هموم راه ما كايناش. والانسان كيكون كي ديما باله مشغول كيتفكر شي لحظه وقعت ليه شي حاجه تكون خايبه ولا زوينه كيسترجع كيبدا يضحك ويبدا يضحك ولا كتهرو ديك الحاجه بحال ماشي كتهرو بحال كيرجع الذاكره ليها ومع داك كيتفكر قوه هذيك اللحظه كيضحك بكل تواضع بكل تواضع. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. اييه. كثره الهم كثره الهم كضحكة كضحكة كضحكة. واش كضحك ولا كضحكة؟ لا كضحكة كضحكة. اييه. ما عمرك انت وقعت لك شي حاجه شي هم كان عندك وفي الاخر بديتي كضحك؟ اييه. واحد الخطره مشينا لواحد العرس في بوتكوره. الدراري خليتهم كيلبسوا الحوايج، انا مشيت لواحد البلاصه انا غادي بوحدي ونطيح في واحد البير. طحتي في بير؟ فهمتي؟ انا نطيح في واحد البير والدراري كيقلبوا عليا. ملي طحتي في بير قلتي اح الله اح الله اح الله. الغيث من هنا وصل لك الغيث اللي وصل من هنا حتى هنا. وكان غوش جاب الله واحد السيد مسكين كيسرح شي بهيمات، هو اللي عتقني مسكين. هو اللي جبدك؟ هو اللي جبدني. بدا انا بقيت انا كنضحك 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 حتى جاو الدراري صحابي. وهذه راه كثرة الهام كضحك. هذا هو كثرة الهام كضحك. تحياتي تحياتي سيدي. واحد هذيك الساعة مشيت للستاسيون دوش عطوني الدراري حوايج عاد مشيت للعرس ديك الساعة. عاد مشيتي؟ عاد مشيت. إذا كنضحك هذيك الساعة مشيتي للعرس ديك الساعة. ولكن السيمانة بردتي خديتك. والسيمانة مريض ديك الساعة والله إلا السيمانة بالله. سيمانة وأنت مريض. سيمانة في الدار مريض والله إلا السيمانة بالله. وسيمانة وأنت واقيلا بهذاك الهم أنت كضحك. الهم كنضحك والله العظيم. بكل تواضع. الله يحفظك أخويا الله ينور. تحياتي. السلام عليكم. عليكم السلام. أختي غنعطيك نص مثال شعبي قح وتكملي النص الآخر. كثرة الهم كضحك. وباش عرفتيها كضحك؟ حقاش اللي عنده الهم بزاف ومعاناه بزاف اللهم يضحك حسن ليه. وقعت لك انتيا؟ لا عمر ما عنديش. ما عمر شي هم ضحكك؟ ضحكني. وعاودي لينا. واش غادي نقول لك؟ جو باس. شي نهار طرات لك شي حاجه وفي الاخر بقيتي كضحكي؟ بحال واحد خينا كان باغي ينصب عليا وداك الشيء، ولكن صدق هو اللي طيح في الفخ وبقيت كنضحك عليه. دابا كان باغي يبني لك فخ طاح فيه هو بكل تواضع. اييه بكل تواضع. تحياتي. كثرة الهم كضحك. وباش عرفتيها كضحك؟ حيت كثرة الهم كضحك، هادشي كنعرف اخويا. ما عمرك شي هم كان عندك وضحكك؟ لا كان عندي الهم وضحكني اخويا. قال لي بيني وبين راسي كنت كان ضروري ما نضحك. ضروري ضروري. عاود لينا ذاك الهم اللي ضحكك. ولا ذاك الهم اخويا ما خصكش تعرفه. لا لا علاش ما نعرفوش؟ لا لا لا. اش باغي تهرب؟ تيرو شيرجي خويا. انا مع الكاميرا ما كنتوافق الصراحه. ما كتوافقش مع الكاميرا؟ مع الكاميرا صراحه. اسمح. الكاميرا زوينه. قول لها باي باي. دير لها باي باي. ولكن بالغالي واحد شي ناس في مراكش. تحيه لهم. تحيه لوليدات مراكش. وليدات مراكش. السلطان. تحيه. تحيه لهم. نظم الى بروح السيس كيقول لي السي منعم سبيكا. تحيه لهم. ديزيكاس لخويا مروان. وخويا السي عبد الفتاح الربيع. هادشي اللي كنت. هي هذيك كثرة الهم راه كضحك. تحياتي. تحياتي اخويا. خويا انت باين لي من الناس القدام. غنعطيك واحد المثال غتجاوب عليه 100%. كثرة الهم تضحك. واش عرفتيها كضحك؟ ملي تفكر تكون مهموم تفكر شي حاجه ضروري تضحك. قالوا لي ملي كتكون مهموم كتغني. من طبيعه الحال. قلتها لي قبل ما نصوروا معك قبيله. تنغني. قالوا لي عزيزين عليك المشاعب. من طبيعه الحال انا مشي عزيز عليا عندي في الدم. مجموعه المشاعب عندي في الدم. ما كرهناش تغني لنا اخو شي اغنيه تكون عزيزه على قلبك. وانا ما قدرت نخير شي حاجه كلهم عزيز عليا. انا كاع اغاني ديال المشاعب تنموت عليهم. قول لينا شي حاجه دابا اللي جات في بالك. اللي جات في بالي نقولوا موال. سير سيدي. يا مجمع العرب
نوضوا نقلعوا سبون العجب البحور دارت قيامه تيقولوا العدا قرا العرب تزلعوا مركبهم مكسور ما صابوا علامه سلموا امركم يا عرب ونوضوا جامعوا وتوصلوا بالهنا والسلامه على شط لبنان حمل دمهم ويدان وساقت الناس خبارهم شفايه الحسود وجيران صادوا القنس العديان عاد تفلقوا جوارهم الله 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 تبارك الله عليك تحياتي